سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. دانييل داي-لويس ليس اسما معروفا في المجتمع السينمائي كما ينبغي أن يكون. قد تتذكرون الاسم من أفلام مثل Gangs of New York، عصابات في نيويورك، ولينكولن. هذا إذا كنت شخصا يشاهد الكثير من الأفلام. لكنه ليس بالضبط الرجل الذي يحسب من بين المشاهير الذين يخلقون القيل والقال في المجلات أو على البرامج الحوارية، غير أن سمعته الشخصية الهادئة تقف على النقيض من الإشادة التي حظي بها في مجتمع هوليود الأوسع، كما أنه قد حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل في 3 مناسبات مختلفة، وهذا أكثر من أي ممثل آخر في التاريخ الهوليودي. والأمر ليس مجرد ضربة حظ. لويس يعتبر اليوم وعلى نطاق واسع من أكثر الممثلين موهبة في جيله، إذا لم يكن واحدا من الممثلين العظماء منذ أزل التاريخ السينمائي. ففي عام 2014 حصل على درجة فارس من قبل العائلة الملكية في قصر باكنغهام لخدماته لفن الدراما. ومن المثير للاهتمام، هناك الكثير من الفروق الواضحة بين نهجه لفنه مقارنة مع غالبية الممثلين الآخرين. دانييل داي-لويس معروف كممثل منهجي، فهو يلتزم تماما بكل دور يقوم به من خلال عيش الدور حرفيا في حياته. كانت هناك أوقات عندما ظل متقمصا الدورة طوال كامل الجدول الزمني الذي استغرقه تصوير الفيلم، لدرجة إيذاء صحته في بعض الأحيان. أثناء تصوير فيلم عصابات في نيويورك، استأجر لويس جزاره الخاص للتدرب معه على إتقان الدور المسند له، مع أن الأمر جزء صغير من دوره في الفيلم، كما أنه نادرا ما يشرك العالم في حياته الشخصية. ومن غير الترويج لأفلامه نادرا ما يلفت أنظر الإعلام، وهناك عدد قليل جدا من المقابلات والخرجات الإعلامية له. والشيء الأكثر غربة عنه هو أنه قد تألق فقط في 6 أفلام مختلفة منذ عام 1998، مع هامش يصل بعض الأحيان إلى 5 سنوات بين كل عمل سينمائي، في حين أن معظم الأسماء الناجحة في عالم السينما غزيرة الإنتاج. داي-لويس جعل لنفسه مهنة من كونه يلتزم بإتقان العمل الفني وجودته، غير مبال بكم الأفلام التي يشارك فيها. الممثل الناجح بهوليود يشارك في فيلم واحد على الأقل كل عام، إذ أخذنا بعين الاعتبار المدة التي شارك فيها داي-لويس في 6 أعمال سينمائية، وهي ما يناهز 20 عاما. فالممثل الناجح في هوليود قد يشارك في 15 أو 20 عملا سينمائيا في نفس هذه المدة، وذلك 3 أضعاف الإنتاج الفني لداي-لويس. فما الذي يفعله بكل هذا الوقت؟ داي-لويس وديكابريو وكريستوفر نولان هم اختياريون جدا في مشاريعهم، وقد أعطى هذا السلوك أخيرا أكله في أول أوسكار لديكابريو. ونولان هو معروف من قبل الجميع كمخرج عظيم عبر تقديمه لأفلام كثيرة مثيرة للاهتمام. أثناء تصوير Gangs of New York استأشار لويس جزاره الخاص للتدرب معه على إتقان الدور المسند له، مع أن الأمر جزء صغير من دوره في فيلم ككل. وأثناء التصوير حافظ لويس على لهجة نيويورك حتى انتهائه، ورفض ارتداء ملابس أكثر دفئا حتى يتمكن من البقاء في دوره لبرودة طقس مدينة نيويورك، وحتى عندما كان مريضا بالالتهاب الرئوي واستعدادا لفيلمه الآخر لينكولن. يقال إنه طلب من المخرج ستيفن سبيلبرغ مدة عام كامل للاستعداد للدور،
في ذلك الوقت قرأ أكثر من 100 كتاب حول شخصيته، وعمل مع فنان المكياج لنحت جسده بطريقة شبيه يكون فيها بجسد لينكولن، في حين أن كل هذا يعتبر تطرفا إلى حد ما، فإنه يفسر كيف يفعل لويس ما يفعله بإتقان أداء أدواره. فهو لديه عملية اختيار خاصة للأدوار التي يؤديها، حيث يمنع نفسه من القيام بأي شيء آخر غير العمل على دوره، مما يحتاج حقا إلى الكثير من التركيز لكي يكون في أفضل حالته. وحقيقة أنه يقول لا لمشاريع أخرى كثيرة يسمح له أن يقول لها نعم لتلك الأدوار التي تهمه حقا، وهي الطريقة التي ينتهجها عدد قليل من النجوم الآخرين. يقول: أشعر أن مفتاح الحصول على أي شيء تريده هو التركيز على شيء بحد ذاته وإتقانه، فعصفور في اليد أحسن من 10 على الشجرة. ومثل داي لويس وديكابريو وكريستوفر نولان هم اختياريون جدا في مشاريعهم، وقد أعطى هذا السلوك أخيرا أكله في أول أوسكار لديكابريو. ونولان هو معروف من قبل الجميع كمخرج عظيم عبر تقديمه لأفلام كثيرة مثيرة للاهتمام. في الواقع نولان جنبا إلى جنب مع تارانتينو هم من المخرجين القلائل الذين يمكن أن ينتجوا عملا أصليا حقا وأفلاما ناجحة مثل العراب أو ذا دير هانتر. هذا النوع من الأفلام لا يحصل على الكثير من الإقبال. بدلا من ذلك كل ما نحصل عليه في هذه الأيام هو أفلام المتحولين، وهي أفلام خالية من الإبداع السينمائي وبعيدة كل البعد عن الروح الفنية. ولد دانييل داي لويس في 29 نيسان أبريل 1957 من عائلة مبدعة في لندن بإنجلترا، حيث كان والده سيسيل داي لويس كاتبا حائزا على جائزة شعر إنجلترا للسنوات الأربع الأخيرة من حياته، وكانت والدته جيل بالكون ممثلة. دفع أداء لويس ضعيف في مدرسة جنوب لندن العام بوليه إلى إرساله إلى مدرسة خاصة في كينيت، لكن أداء لويس لم يكن أفضل بكثير هناك. وعلى الرغم من عدم نجاحه في المدرسة تمتع لويس بالكثير من المواهب، فقد شارك أسرته في حبها للتمثيل، لكنه كان في البداية أكثر ميلا نحو حرف الطبقة العاملة من التمثيل، حيث ركز في سن المراهقة على ممارسة النجارة والأعمال الحرفية، لكنه تقدم للالتحاق ببرنامج مسرحي في نهاية المطاف، وبالفعل قبل في مدرسة بريستول أولد فيك المسرحية، حيث صب تركيزه بالكامل على التمثيل. بعد سنواته في مدرسة بريستول أولد فيك وظهوره في عدة مسرحيات، أدى لويس دورا صغيرا في فيلم غاندي سنة 1982، واستمر في الظهور في مجموعة من الأفلام والمسرحيات لعدة سنوات. وخلال ذلك الوقت تطور إلى أحد أكثر الممثلين مهارة في عمله، وأصبح لويس ممثلا منهجيا مهينا نفسه جسديا ونفسيا وعاطفيا في كل أدوار من أدواره السينمائية. تنقل لويس بين المسرح والسينما خلال فترة أوائل الثمانينات، حيث انضم إلى شركة شكسبير الملكية، والظهور إلى جانب أنتوني هوبكنز والسير لورانس أوليفي في فيلم The Bounty عام 1984. وفي عام 86 بدأت مهنة داي لويس في الصعود وإلى الشهرة بعد دوره المشهود في فيلم Room with View، وقد ظهر في دوره الرئيسي الأول بعد فترة وجيزة عام 1987 عندما لعب دور البطولة مع جوليت بينوش. وللتحضير لذلك الدور
تعلم لويس اللغة التشيكية محافظا على شخصيته في الفيلم طوال مدة التصوير التي استمرت لثمانية أشهر. وفي عام 1989 لعب لويس الدور الرئيسي في فيلم My Left Foot، حيث صور شخصية الكاتب والشاعر كريستي براون. وللخوص في تفاصيل الشخصية، بقي لويس جالسا على كرسي متحرك حتى وراء الكاميرا، مما تطلب من طاقم التصوير نقله باستمرار، كما أدى ضلعين من أضلاعه لتصوير شلل شخصيته. ونتيجة لذلك حصد لويس ثمار عمله الشاق بفوزه بجائزة الأوسكار وجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام والتلفزيون بافتا لأفضل ممثل، من بين عدد كبير من الجوائز الأخرى. بعد ذلك النجاح أخذ لويس استراحة من هوليوود وعاد إلى المسرح لعدة سنوات. وفي عام 1992 عاد إلى السينما مع الفيلم الشهير Last of Mohican، ورشح لجائزة الأوسكار للمرة الثانية لدوره في الفيلم المشهور In the Name of the Father، باسم الأب، كما حقق فيلمه التاليين العصر والبريء نجاحات تجارية باهرة بين 1993 و 1996. بعد تصوير فيلم الملاكم عام 1997، انتقل لويس بشكل غير متوقع إلى إيطاليا ليتعلم حرفة صناعة الأحذية، مما أدى لانقطاعه عن حياة المشاهير. كان لويس مترددا في الحديث عن وقته بعيدا عن أعين الجماهير، حيث قال: كانت تلك فترة من حياتي كان للحق فيها دون أي تدخل من ذاك النوع. وعلى الرغم من ذلك، وفي عام 2002 عاد للتمثيل أمام الكاميرا مرة أخرى مؤديا دور بيل الجزار في فيلم عصابة نيويورك من إخراج مارتن سكورسيزي. ترشح لويس لجائزة الأوسكار لدوره في الفيلم، وفاز بجائزة بافتا أخرى لأفضل ممثل. وفي عام 2007 قدم لويس أداء مذهلا آخر في فيلم دير ويل بي بلود. احتاج الأمر فترة طويلة من الزمن لجمع الأموال لتمويل الفيلم، مما منح لويس عامين كاملين للتحضير لنفسه للعب دور الشخص ينقب عن النفط خلال القرن التاسع عشر، مما منحه جائزة أوسكار أخرى لأفضل ممثل. علق لويس على استعداده لأداء الشخصية قائلا: أحب أن أتعلم عن الأشياء، لم أكن أعرف شيئا عن التنقيب في مطلع القرن في أمريكا، فلم تعلمني مدرسة الداخلية في كينيت ذلك بالضبط. وفي عام 2009 لعب لويس دور البطولة في فيلم ناين من إخراج المخرج روبرت مارشال، ومرة أخرى حظي أداؤه بنقد إيجابي وحصل على عدة ترشيحات. وفي عام 2012 لعب لويس دور شخصية أبراهام لينكولن الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة في السيرة الذاتية عن لينكولن من إخراج ستيفن سبيلبرغ، والذي استند على كتاب من تأليف دوريس كرينش جوردن. وشمل طاقم الفيلم سالي فيلد التي لعبت دور زوجة لينكولن ماري تود لينكولن، بالإضافة إلى جوزيف جوردن ليفيت في دور ابنة روبرت. ونتيجة لأدائه الرائع في الفيلم فاز لويس بجائزة الأوسكار الثالثة لأفضل ممثل. وفي عام 2014 قام الأمير ويليام دوق كومبريدج بإعطاء لويس لقب فارس في قصر باكنغهام. وبعد ثلاث سنوات وفي تموز يونيو 2017 صدم لويس العالم عندما أعلن عن اعتزاله، حيث قالت متحدثة باسمه في بيان: لن يعمل دانييل داي لويس كممثل بعد الآن، وهو ممتن
جميعا لجميع المتعاونين وجماعه الجماهير على مدى سنوات عديدة. هذا قرار خاص به، ولن يقوم هو ولا أي أحد ممثليه بأي تعليق آخر بشأن هذا الموضوع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.